السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على القائمه تاع الركراكي، وين حملت يعني يعني في القائمه تشوف بان حسن النيه تاع المدرب والاداره، يعني حسن النية تاع المدرب والإدارة، الناس اللي تخدم تبين لك بلي الناس هذوهم يخدموا، الناس هذو مشاو باغيين ينزلوا من القمة بسهولة، يعني القمة اللي راهي فيها زوج منتخبات، يعني فيها كيسموها السنغال المغرب، هذه هي، ناس اللي راهي تحوس تخدم يعني بكل قوة. وين حملت القائمة التي أعلنها وليد الركراكي مدرب المنتخب المغرب قبل مواجهة البرازيل والبيرو، وديتين مجموعة من أسماء جديدة والتي ستحمل قميص المنتخب الأول مرة في مسارها الكروي. يعني شباب شباب، تشوف انت تشوف ذاك أناحي، وتشوف انت يا أبو جلال، يعني تشوف انت شوف كيفاش يعني استدعاءات مدروسة، جابوا ذاك شادي في لا ديفونس مدروسة مدروسة مدروسة، كلش مدروس، ماشي الفيسبوك، كلش مدروس. حنايا جايبين انا هنا جايب غادي يجيب غادي يجيب غادي يجيب بالك 20 جوار يلعب اريال غوش، هنا سيتهضر على 20 جوار اريال غوش، كلش مدروس. جاب لك ناف لهنا، جاب لك ناف ما جابلكش، ما جابلكش ناف ما يجيبلكش، يعني كل شيء مدروس. شوف الناس كيفاش تخدم خويا، ناس يعني جايب لك ثلاث مدافعين جدد، جايب لك ثلاثه في الميليو تيرا، وجايب لك حبه في الهجوم، كلش مدروس، كلش دراسه، استدعاءات مدروسة. على انا شو نقول هيك من عبد نبدا نقول هيك على بالي بلي هضرتي تضركم نتوما اللي هنا تضركم، بصح لازم تدي العبرة، لازم تشوف كيفاش الناس تخدم، هذه نقولها لك ونعاودها لك خويا، لازم تشوف الناس كيفاش تخدم. يعني نقولوا بلي وين حملت القائمة والتي اعلن عليها الوليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي قبل مواجهتين البرازيل والبيرو يعني في وديتين، مجموعة من أسماء جديدة والتي ستحمل القميص المنتخب أول مرة في مسارها الكروي، وضمت لائحة لاعبين جدد كل من رياض شادي لاعب تاع برشلونة، لاعب برشلونة راديف وعبد الكبير عبقار مدافع ديبورتيفو ألفيس، وأيوب العمراوي لاعب نيس راديف، إضافة إلى بنجامين بوشواري لاعب سانتيتيا، وإبراهيم صلاح جناح ستاد ران البارح لعب، ثم ياسين كشتا لاعب لوهار، مدرسة تاع لوهار غنية على التعريف، مدرسة تاع لوهار غنية على التعريف، شو كيفاش عساي تلعب خويا، ناس تخدم، ناس كلش مدروس. حنايا حنا كي تشوف لهنا عندك نتايا قلبك يضرك، مي تقعد تهدر تقول لهم يا ودي يا جماعه يا جماعه، مي كنا نقول لكم كنا في القمه، قربنا في القمه اش هدرنا اش كنا نقولوا يا جماعه، كاين كالبيكاسيو كوب دي موند، رانا جبنا كوب دافريك، ما نلهاوش ما نقعدوش نهضروا، لازم لنا خدمه، لازم لنا تجديد، لازم لنا من ضخ دماء جديده، ضخ ربع سنين ما كاش خويا، ربع سنين ما كاش. اخر مباراه امام السويد وما كاش اللعابه، اخر مباراه امام السويد وما كاش ما كاش اللعابه، حتى ذا الخطره، حتى طاح الفاس على الراس، حتى طاح الفاس على الراس. وهذو اللعابه حنا كاع يجيب اللعابه ما نأمنش فيه، ما نأمنش فيه، خاطر علاش صرات لنا سبعه
في جوان صعيك بداية منا بلصق وثورة منا ثورة 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 سبعة في جوان ما كان والو، من بعد ما كان والو عندك سبعة تحوس عليهم ما كاش، من بعد جاب لك من بعد يقصر عليك، من بعد يجيب لك لعاب يعني باش يبيعوه يديرلو إشارة يقول لك شبيه بنزيما، من بعد يقول لك شبيه كارنافالو، من بعد شبيه بيكامباور، من بعد شبيه كاسياس، من بعد شبيه من، من بعد شبيه من، آلاف من تجي كوب دافريك نعرفوكم كي دايرين، غادي التربص الجديد فانيك الهضرة تاع جوان تاع 2022 غادي تعاودوها لنا في جوان، والهضرة تاع جوان غادي تعاودوها لنا في سبتمبر. التربص الجاي وي كيما هكا غير كيما كل قائمه يعني كل تربص هضره غير هي استايله راكم تبدلوا غير لادات وتبدلوا الاسماوات برك هذا مكان هذا ما تبدلوا انا حاضرينكم صاحبي كرهنا منكم الناس كي تخدم شو السينيغال كي تخدم الناس كي تخدم شو السينيغال كي تخدم صاحبي شوف شوف غيروا 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 المدرب مبلع كلش يخدم مصالح تاعو يخدم في المصالح تاعو سبحان الله الشيطان تخدم مصالح تاعو تمليكي ناسيونال جايب لي العريبي تقول لي بنزيما تقصر عليا وما كاش لي يهدر معاكم وما كاش لي يهدر خويا ما كاش الشيطان ونا الشيطان صاحبي امالك هذه الجزائر وهذه بلاد وعندها انصار وكاين اللي كاين اللي يسكت كاين اللي شيت لك وكاين اللي غادي يجي ضدك العمل تاعك يجي ضدك انايا انا ما غاديش نجي معاك واحد قال لي هذا ود بلادك وعيب عليك ما كاش عيب عليا انا ماني نشوف فيها عيب انا ما نشوفهاش عيب انا مناصر تاع منتخب وطني جزائري كان لا ود بلادي لا جاري لا ود جاري قادره خويا نبغيه منا منا بصح اشتهي لا جارك نتايا او انا سيبورتات انا كون جا خويا جا خويا قاضب ليكيب ناسيونال بيناتنا في الدار من الفترة ولا نتعشى ونقول له راك يتقود انا نقول له راك يتقود هذيك ماشي خدمة تخدم فيها هذه هي عليك نعاودو نولو نتكلمو يعني على الناس اللي تخدم ناس لازم تتحركوا الى بيت ولو قوة في الرياضة ناس راهي قلعت لا بيت الحكومة الحكومة راه مورا السنغال تونس جاية في صمت بخطة ثابتة مصر راهي تعاود تولي شوف اللعابه اللي راهم يحوسوا عليهم في اوروبا فانيك ناس جايه يعني شوف شوف الكاميرون سونغ سونغ تاليا في الالمان تفرج البارح برلين مع بايرن ليفركوزن سونغ سونغ تفرج البارح باي الاخرى قلت لك بايرن بري اللي لعبوا البارح تاع بايرن ليفركوزن وخسرت لا يلعب في هذاك العيدوني هذاك برلين تصاور تاعو البارح يورو فيه سونغ حنا وري لي مدرب تاعك اللي قلتو لي غادي يروح يدور في اوروبا غادي يدير اي 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 قلت لكم كاش منها كاش منها حنا عيط له يجي يدير اشارات حتى الشاك يجي قولو نتلاقاو في فرنسا نعطيك الشاك يروح على مكان ناس تخدم تبغي بلادها وصحتها ناس تخدم وتبغي بلادها نقولها لكم يخدموا ويبغوا بلادهم ناس هذو اللي يبغوا بلادهم هذه هي اخويا وين يذكر ان اسود الاطلس سيوقعون امام البرازيل على اول ظهور بعد انجازهم في نهائيات كاس العالم قطر 2022 اثر وصولهم الى النصف النهائي لاول مره عربيا وافريقيا كاش اللي وصل قدامهم مكاش انا نقولك مكاش اللي وصل قدامهم هذه هي اخويا وانتوما تبعوا في الراشي راه اليوم راه اليوم هذا المدرب تاعنا غادي يروح يجيب لكم لعابه ديروا بلاصو اللي كانوا يلعبوا مليح كيما عوار 2020 كان يلعب مليح كل ما بغا يجيب اليوم راه جيبوا له بلاصو روح جيب عبد الليمي كان يلعب في بوردو يلعب مليح ما بغا يجيبو روح جيبو حابس روح جيب لعابه حابسين انت بروك تبغي لي يكونوا لي ديرو بلاصو حابسين ها جات على قلبك روح عرب دابك ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.